مبين حكومه منيحه، مبين انه بدنا نحسنه وحسنوا الشعب اللبناني، لانه الشعب اللبناني ما بفي راح يطلع راح يموت منا ومن جره وغيرنا، ان كان مسلم ولا مسيحي ولا طليان، مهم يكون لبناني. نحن بدنا نعيش، بدنا نامن حالنا، هالشباب اللي طالع هالجيل اللي طالع بدنا نعيش، ما بقفينا سوينا. مهمة تاجي الحكومة الخروج من الخلافات الضيقة لمواجهة الوضع الاقتصادي المأزوم في لبنان، ومن ثم لاستعادة ثقة الخارج بلبنان، خصوصا وأن هذه الثقة بعد 9 أشهر من السجال الداخلي بدأت تفقد رونقها. لذلك الحكومة هي أفضل ممكن، ليست حكومة طبعا الإنجازات الكبرى التي يتوقعها لبنان، لكن لنقل أنها حكومة الحد من الخسائر التي تواجه لبنان، أن في وضعه الاقتصادي الداخلي أو في ضوء الصراعات التي الخارجية التي تلقي بشكلها على الساحة اللبنانية. والوزراء اللي نائب اختارهم برأيي من أحسن الوزارات، فيها شباب فيها ستات، يلي دائما الست بتكون يعني عندها مسؤولية وبتحترم مسؤولياتها. مزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت المستشار رفيق شلالة، المستشار الإعلامي للرئاسة اللبنانية. مرحبا بك، وإلى أي مدى نالت تشكيلة الحكومة الجديدة قبول الأوساط السياسية بوجهة نظرك؟ مساء الخير. بطبيعة الحال في نظام ديمقراطي كالنظام اللبناني، كل خطوة أو كل إجراء له من يؤيده وله من يعارضه، لكن اليوم نسبة كبيرة من السياسيين اللبنانيين الفعاليات التقت على يعني الأمل بأن تكون هذه الحكومة حكومة منتجة، حكومة متضامنة، حكومة تستطيع أن يعني تعزز أو تحسن الوضع الاقتصادي في لبنان، وأن تضع حلولا للكثير من القضايا المتراكمة والتي ازداد تراكمها نتيجة الأشهر الثمانية التي حالت يعني في هذا الإطار والقضايا المتراكمة، بوجهة نظرك أي الملفات التي يجب أن تحظى بالأولوية في المعالجة من قبل الحكومة الجديدة؟ غدا ستعقد الحكومة الجديدة أول اجتماع لها لتشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري. الرئيس تعون سوف يحدد الأولويات التي يعني هي مطلوب منها معالجتها. أول شيء الاقتصاد الذي كما ذكرت لك يواجه أزمة منذ فترة. ثانيا موضوع النازحين السوريين وتداعيات على الصعيد الداخلي. وثالثا موضوع مكافحة الفساد، لأنه يعني هذه الظاهرة البشعة يعني أساءت كثيرا إلى انتظام العمل في الإدارات الرسمية. وطبعا هناك الملف الرابع، المحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد والتنبه لما يجري على الحدود من قبل إسرائيل التي تستمر في انتهاكها القرار 1701. هذه هي أبرز النقاط التي يعني تنكب الحكومة الجديدة على معالجتها، بالإضافة إلى معالجة الشؤون اليومية للمواطنين. طيب، وجهة نظرك إلى أي مدى ومع تشكيل هذه الحكومة أعيد التوازن إلى الصبغة السياسية المتنوعة في لبنان؟ تفضل. لا شك أن الحكومة الجديدة متوازنة سياسيا، فهي تضم ممثلين عن مختلف الكتل النيابية الأساسية التي أفرزتها الانتخابات التي جرت في شهر أيار مايو الماضي. هناك يعني كل الأطراف الأساسية، كل الكتل الكبيرة ممثلة بالحكومة الثلاثينية التي ولدت مساء أمس، ولا بشك أن الانسجام داخل مجلس الوزراء أساسي لكي تكون هذه الحكومة فاعلة ومنتجة. إذا كنا سنعود إلى التجاذبات السياسية والمماحكات التي استمرت في الأشهر الماضية والتي عطلت تشكيل الحكومة، نكون أمام واقع غير سليم. لذلك غدا الرئيس تعون سيخاطب الوزراء الجدد وينبههم إلى أهمية التنسيق والتعاون والتضامن لتكون الحكومة منسجمة ومعطاءة، لأن اللبنانيين سئموا التجاذبات السياسية والبلاد أيضا لم تعد تتحمل هذا الترف الذي عشناه طوال الأشهر الثمانية الماضية.
نعم، المستشار رفيق شلالة المستشار الإعلامي للرئاسة اللبنانية، كنت معنا على الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك.